السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية. مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم آثاث الثقة. خوتنا كما كنتو شفتو لو صالون ليون اللي خرج بزاف شباب واللي نال إعجابكم، رانا قرينا لي كومونتير تاعكم، بارك الله فيكم. خوتنا اليوم آثاث الثقة جابت لكم صالون بزاف بزاف شباب اللي تحت اسم صالون أرك بلس. هاد لو صالون خوتنا اللي خرج تحفة ما شاء الله. دائما نذكركم باللي أثاث ثقة لي صالون تاعها لوريجينال، ودائما نذكركم ايضا باللي في سوق الاثاث راه كاين لوريجينال وكاين الكوبي، يعني ردوا بالكم خوتي، هذه نصيحه مني ليكم. هذا لو صالون توجو مخدوم بلا ماتير بريمير خوتنا. قبل ما نبدا في الشرح تاعو ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس، وما تنساوش تلتحقوا بينا في الفيسبوك والانستغرام خوتنا، رانا نحط لكم محتوى بزاف شباب. ونبداو على بركه الله بالشرح تاع هذا لو صالون خوتنا. الصالون تاعنا راه مخدوم من الداخل بالرسول وبسباتي خاوتنا، والقاعدة تاعو راهي في الديتونت، هذا كامل باش نضمنو لكم قاعدة بزاف بزاف مريحة خاوتنا. نزيدو نروحو نشوفو لي بي تاعو خاوتنا، راهم اون بوات ميم الشكل تاعو، راه بزاف شباب لي سوك راهم اون بوات، حاجة ما شاء الله. شوفوا الله يبارك خاوتنا لو صالون كيفاش مخدوم، الاتقان خاوتنا ثم الاتقان. نزيدو نروحو نشوفو سوغ لو كوتي، سوغ لو كوتي لا فينيسيون، شوفوا داك الكابيطوني، شوفوا داك المقروطات، شوفوا داك الشكل، خدمة ما شاء الله راه مطبوع بلي بوطون، حاجة من نوع الرافيع. ميم خاوتنا لا فينيسيون راهي افون اريا، شوفوا الله يبارك. ميم لي سوغ كيما راكم تلاحظوا راهم بزاف شابين. الصالون تاعنا راه 3-1 يعني راه كوفري، و او ميم طون خاوتنا راه كليك كلاك، شوفوا لا بونك تاعو كيفاش تولي، حاجه ما شاء الله. صالون ذكي بزاف خاوتنا، شوفوا الله يبارك، تقدروا تستفادوا منه في مميزات شابين. ميم لي زاكودوار كيما راكم تشوفوا راهم اون بوات. نزيدو نروحو نشوفو اون بلاص تاعو خاوتنا، اون بلاص تاعو متميزه بزاف، شوفوا الله يبارك الشكل تاعها ولا فينيسيون افون اريال، لي بي كيف كيف راهم كامل اون بوات، شوفوا الله يبارك الخدمه، شوف الله يبارك لي زاكودوار ديزاين ما شاء الله. توجو لو صالون راه باللوغو تاعو يعني اوريجينال، لي بي الشكل تاعهم ما شاء الله من نوع الرافيا خاوتنا. نزيدو نروحو ننتقلو نشوفو دو بلاص تاعو، دو بلاص تاعو راهي متحوفه وفيها المواصفات والمميزات تاع التروا بلاص خاوتنا، يعني راهي في لي زاكودوار راهي اون بوات، لا فينيسيون سور لو كوتي ما شاء الله، راهو بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفو، حاجه من نوع الرافيع. اون ميم طون راهو فيه الكوف تاعكم يعني تخبو فيكم فيه القش تاعكم، وثانيك راهو خاوتنا كليك كلاك، شوف الله يبارك، حاجة ما شاء الله. خاوتنا دوكا نروحو نهضرو شوية على لو توسو تاع هاد لو صالون وعلى لي كولور اللي جابت لكم أثاث ثقة في هاد لو صالون. أنا شخصيا تعجبني هاد لا كولور جون كاناري بزاف بزاف شابة، راهي في البريون حاجة ما شاء الله. خاوتي توما ماذا بكم قولوا لنا واش من لا كولور اللي عجبتكم في لي كومونتير، يعني كل واحد والذوق تاعو. صدقوني أثاث ثقة جابت لكم لي كولور بزاف بزاف شابين اللي يبقاو طوندونس فيما في عالم الاثاث واللي ما يولوش دي موندي، شوفوا الله يبارك هذيك لا كولور، حاجه من نوع الرافيا خاوتنا. بالنسبه لو توسو، التوسو راه في الامتي طاش، يعني اي طاشه اي بقعه اي حاجه غير باللانجات وتمسح، يعني ما راحش تتكبد عناء باش تبقى تحك وتوصل، لا هذه اخر تكنولوجيا في القماش خاوتي، شوف الله يبارك هذاك لو بوا دروس، حاجه ما شاء الله. ولو بري تاع هذا الصالون خاوتنا راهو ب 16,800,000 واصل حتى للدار خاوتنا، اي حاجه تقدروا تتصلوا بالارقام اللي راهي تظهر في اسفل الشاشه. بالنسبه لي كولور اللي ما بنا اللي ما بانوش في لا فيديو، نقول لكم باللي راهم كاينين بزاف لي كولور كيما راكم تشوفوا، هاي ليكم لا جام، حاجه ما شاء الله خاوتنا. انا شبقى لي نقول لكم ابوني معنا في لاشين يوتيوب، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وتلتحقوا بنا في الفيسبوك والانستغرام، واخر كلام سلام.